أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإنسان، اعبد الله الذي يتوفاك. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك، واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. هذا الجزء من الآيات أيها الإخوة هو نهاية سورة يونس عليه السلام، الذي يبين فيه القرآن حقيقة دين الحق وحقيقة التوحيد، ويكشف للنفس البشرية الزيغ الذي يقوم به شياطين الإنس والجن عندما يطيعون غير الله ويتوجهون بالعبودية لغير الله تبارك وتعالى. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس إن كنتم في شك في صحة ما جئتكم به من هذا الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي، فديني واضح، حيث أنني لا أعبد ما تعبدون غير الله تبارك وتعالى. لا أعبد الأصنام. الأصنام هنا لوقفة بسيطة ومهمة جدا. قد يظن بعض الناس اليوم أنه ما عاد في أصنام، هذه الأصنام التي يرفعها الطغاة في الشوارع، كل ما بيجي زعيم سوي له صنم بحطه في وسط الميدان وسط الدوار، أو يوزع الأصنام يضعونها في بيوتهم مقدسات، يقولون أنه ما بصلوا له. الأصنام في العصر الحديث صارت أكثر من هبل واللات والعزة، صارت شعارات أصنام، لأن كل شعار وكل صنم يتستر وراءه تسلط لغير الله من البشر على البشر فهو صنم، سواء كان من حجر أو من خشب أو من صورة مزخرفة أو من شعار. وحدة حرية اشتراكية، وين الحرية؟ حرية الكفار بس، مفتح تمه بقتلوها وبعزبوه. وين الاشتراكية؟ موجود اشتراك بالفقر، المتسلطين هم الذين يتنفذون بأموال الناس وأعراض الناس. فهذا شعار كذاب يتستر وراءه تسلط إنسان على إنسان، يتسلط وراءه الإرهاب، بدليل أن من يخالف من المسلمين أمر الطغاة يعذبونه حتى الموت، أو يقتلونه أو يجلدونه أو يحبسونه، ويصدروا قرارات ويزعمون أنهم مسلمين وهو حكم بغير ما أنزل الله. إذا عملت إيدك هيك طالع قانون،
لم يأمر به الله، يفترون على الله، طالوا قانون زي عملت هيك يعني رابعة، ميدان رابعة اللي قتل فيه الأشخاص ظلما وعدوانا، حكم 10 سنين 7 سنين مؤبد. إذا صورت الواقع هم يريدون أن يكذبوا فتكشفهم، حكم كذا في السجن. هذا هو الإرهاب. إن لم يكن هذا الإرهاب فما هو الإرهاب؟ المسلمون يدعون إلى الله ويبينون للناس أن الطاعة لله ويأتونهم بالدليل، هذا إرهاب. سود الله وجوه الظالمين الإرهابيين. فهؤلاء الناس ربما بعضهم يضيع في هذه في هذا الخضم من الأديان. فهنا القرآن يبين لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمن يبين لك ما هو دينه وما هو الدليل على أن هذا دين الحق. الدليل أن هذا الدين أنزله الله وأيده بالإعجاز، يعني لا يمكن لبشر أن يأتي بمثل هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا عندما أطيع القرآن أطيع الله، يعني أعبد الله. من هو الله الذي يعبده؟ ومن تعبد أنت؟ تعبد شعار وحدة حرية اشتراكية؟ تعبد شعار فلان من الناس الله الملك الوطن؟ تعبد فلان قدس الله سره؟ نعم، كيفك. أما أنا فأعبد الذي يتوفاكم. اسمعوا إلى هذه الحادثة التي جرت معي منذ تقريبا 45 سنة وأكثر. كنت أدرس في ثانوية المأمون، الثواني عشر كالوريا. فقام طالب من الطلاب قال: يا أستاذ لا تأخذني، بدي أسأل سؤال صريح، ما في مانع؟ قلت له اسأل. أنا كنت أحدثهم عن طاعة الله وأن طاعة الله هي الخير وهي السعادة. فقال: والله احترنا يا أستاذ، من نطيع وعلى أي مذهب نكون؟ الأستاذ اللي قبلك كان يحدثنا، أستاذ رياضيات، هو بترك الرياضيات بحدثنا عن إلهه، كان يحدثنا عن لينين وعن اشتراكية وعن 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 وعن، واللي قبله كان يحدثنا عن النظام الحر الاقتصادي، وأنت تقولون أطيع الله. قلت له: يا بني اسمع، إذا قلت لك أن تطيعني في معصية الله فلا تطيعني، ولكن أنا أقول لك من تطيع. من الذي يرسل ملك الموت ليقبض روحك عندما تتوفى؟ خلقك ويرسل لك ملك الموت ليقبض روحك، من هو؟ قال: الله. قلت له: أطع الله اللي بده يتوفاك، لأنه الله بده ينزلك بهالحفرة ويبعث لك الملائكة يسألوك، لا لينين ولا بطيخ ولا فلان ولا كذا ينفعك، فاعبد هذا. وهذا ما جاء في الآية: ولكن أعبدوا الذي يتوفاكم يقبض أرواحكم. هذا البعض، هذا الدين، وهذا الذي يستحق العبادة، فهو الذي وضع هذه الروح في جسمي حتى يتحرك الآن وأكلمكم، وعندما يحين الوقت بإرادته هو لا برأيه، ما بشي يوريه، يرسل ملك الموت فيقبض الروح. هذا هو الإله الذي أعبده، الله تبارك وتعالى. ولكن أعبد الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. سبق وأن ذكرت لكم مؤمنين مو معنى أن الله موجود، كل الكفار على وجه الأرض أن الله موجود، من المؤمنين إيمانا صحيحا. ولذلك ورد بعض الآيات توضح ما هو الإيمان الصحيح، ليس بالكلام لا، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. الدين الخضوع، الدين المنهج، أقم وجهك للمنهج للدين الذي أنزله الله حنيفا. ما معنى الحنف؟ الأحنف بن قيس سمي أحنف لأنه رجليه مالت للخارج للداخل، الميل القليل إلى الخارج من أجل أن يتوازن البدن، ولكن أحيانا بعض الناس رجلهم ميل للداخل شوي، هذا اسمه حنف. فالميل إلى الداخل حنف،
ترك الشرك والميل إلى التوحيد هو الحنف، وأن أقم وجهك للدين مخلصا لله، استقم على دين الله الذي أنزله. حنيفا يعني مائلا عن كل ملة، لا اشتراكي ولا رأس مالي ولا شرق ولا غرب ولا أمريكي ولا كذا، لا، مسلم ما دينه إسلام أمريكي اللي بتنصبه وترضى عنه المخابرات الأمريكية، لا أبدا، ولا دين المنافقين اللي قلبهم مع اليهود وظهروا مع المسلمين، لا، حنيفا يعني مائلا عن كل ملة من الشرك من طاعة غير الله إلى طاعة الله وحده. ولا تكونن من المشركين، إذن لا تكونن من المشركين ما معطوف على الأمر، أمرت أن أكون من المؤمنين ولا تكونن من المشركين. كيف يكون ذلك؟ أن تقيم وجهك للدين حنيفا مستقيما على أمر الله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الدعاء يا إخواني هو طلب المعونة والخير القلبية الذاتية، فإذا أنت دعوت غير الله، يا فلان أنقذني، أبعد عني الموت، أبعد عنك الموت إلا الله، فهذا دعاء لغير الله، كأنك تشرك بالله تبارك وتعالى. من الخطأ الجسيم الذي يقع فيه بعض الأشخاص، أنا أقول جهال، لأن من يجهل الحق الذي أنزله الله هو الجهل الحقيقي، لأن هذا الشخص الذي أكلمكم عنه معه دكتوراه في اللغة العربية، وهو تلميذ لشيخ من المشايخ في حلب، كنا نجلس في مجلس، فقال شيخنا راح في جنازة لفلانة فلان، فقالوا إنه هذا فلان يعني عزبهم طئيل ما بنزف القبر ما بعرف إيش، قال لهم دلوني على أمه، دلوه على أمه، راح الشيخ لقبر أمه، قال له بتعود ترضي عنه ولا أحرقك في النار؟ قال خافت من الشيخ رضيت عنه، دخل في القبر صار خفيف رزق. هذا وهم، هذا خرافات. ليش هذا الشيخ يستطيع أن يدخلها النار ويطالعها من النار؟ يستطيع يدخل حاله هو الجنة يطالع من الجنة إلا بعمله وإخلاصه لله؟ حتى يستطيع أن يخرج غيره من النار أو يحرقه في النار؟ هل قال سبحانه وتعالى، هل قال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هذا جد دجل وتخريف، بسمعوه بعض الناس هكذا، والله شيخنا ولي وشيخنا كذا. أنا ذكر سبق في حلقات سابقة بيّنت لكم أن الولي هو الذي يتبع ما أنزل الله، ما اللي بسمعه حوله خرافات وأشياء قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة وبتبلو فيها وبزيدوا. الطاعة والتبعية لله، الشيخ ولو كان من أولياء الله الصالحين المخلصين نتبعه في ولائنا لله ونطيعه في ولائنا لله وطاعة الله عندما يأمرنا بطاعة الله، وليس معصوما، المعصوم هو الأنبياء. لا نصدق كل شيء إلا ما أقره الشرع وبينه الله ورسوله. ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله، عندما نقول يا فلان أغسني، يا فلان أنجدني، يا فلان دخل لي الجنة، يا فلان اشفي لي المريض، فلان ما بشفي ولا بضر لا بنفع، فلان ارزقني، هذا شرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ويدخل في الدعاء الاستجابة لأوامره، فكأنك تظن أنه يوصلك إلى ما تريد. فإذا أنت استجبت لأوامر غير الله في معصية الله وأطعته في معصية الله واستحللت ذلك، فقد جعلته شريكا لله، وهو لا ينفعك ولا يضرك. لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن تركت عبادته. قد تقول عم نزل علينا براميل، نعم هذا بقدر الله، لأنك أنت أيها الإنسان مر عليك سنين وأنت خاضع للحكم العسكري الخائن المجرم الكافر الذي ينفذ فيك ما تريد إسرائيل من تخريب للبلاد
وهيمنة على العباد، حتى أصبحوا يخافون من الحاكم ومن الأمن خوفهم من الله بل أشد، يحبون الحاكم والأمن الذي يتسلط به على الناس أكثر من حبهم لله، حتى أنهم يزورون رؤساء الفروع ويقدمون لهم الأموال. ما رشوة؟ لا، بقول له أنا شاركتك وهذا أرباحك. إمتى شاركوا؟ هذا بعيننا وبأذاننا نسمعه. هو تسلط على الأموال والأشخاص، فعندما تترك طاعة الله تتحرر من العبودية لغير الله، تتحرر حرية صحيحة تامة، فلا تطع ولا تعبد غير الله، لأنك إن عبدت غير الله فلن ينفعك عبادته، وإن لم تعبده لا يضرك ترك عبادته، فإن فعلت ما نهيتك عنه أيها الإنسان، أي ما نهاك عنه الله، فعبدت غيري فإنك إذا من المشركين بي، من المشركين بالله يعني، الظالمين لأنفسهم، إنك إذا من الظالمين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، عندما سألوه عن الشرك قال ليس ذاك، اسمعوا ما قال العبد الصالح يعني سيدنا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعندما يقول لنا ربنا هنا فإنك إذا من الظالمين إذا أشركت، يعني من المشركين إذا عبدت غير الله من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر، كثير من الناس من يتوجهون لغير الله خوفا من الضر أو طلبا في النفع، ينبغي أن يعلم كل مؤمن أن الله هو المتصرف بالعبيد، عندما يسلط عليك إنسانا فيضرك فهو تسليط له، وعندما يمنع عنك ضرر إنسان أو يعطيك خيرا رغم أنف إنسان هذا فهو بفعل الله وليس بفعل إنسان ولا بفعل مخلوق، بتقدير الله، ولكن الله سخر هذا الإنسان ليبتليك فيعطيك الخير فتظن أنه ينفع، فلا تعبده من دون الله، اشكره على الخير ولكن لا تعلم أنه، لا تعتقد أنه هو الذي قدم لك الخير وهو الذي يفعل ذلك دائما فأنت تكون طوع أمره. لا، تحرر من العبودية لغير الله وأطع الله وحده لا شريك له. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، لا تستطيع الدنيا كلها تمنع عنك الخير، إذا أراد الله لك الخير قدر له. يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، الله قدره لك، شوفوا مسخرين بدون أن تدري أحيانا أو تدري يأتيك هذا الخير. وإن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لا يخف قلبك من غير الله، قلبك، أما الجوارح واتخاذ الأسباب لتمنع عنك ما يخيفك وما يضرك فهذا أمر مطلوب، ولكن لا تعتقد أنك بطاعتك فلان وعبوديتك له وترك دعاء الله وترك الاستجابة لله أن فلان ينفعك أو يضرك. لا، يصيب به من يشاء من عباده بالخير، وهو الغفور يغفر ذنوبك، الرحيم يرحمك، يصيب برحمته من يشاء وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. ما هو الحق الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ التحرر من العبودية والطاعة لغير الله وطاعة الله وعبادته وحده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يطيعوني. فمن اهتدى فلنفسه، فإنما يهتدي لنفسه، إنما ذات حصر ينفع نفسه، ومن ضل ترك طريق الحق واتبع طريق الباطل من أجل مصالح، ظن أنه فلان بينفعه، مثل هذا اللي قدم زوجته للوزير حتى يصير يحط رئيس معمل لأنه كانوا عم يحطوه رؤساء معمل وبيشفطوا المعامل،
حتى واحد من أقاربنا سوى رئيس معمل، شفط المعمل والمستودعات كلها باعه وحطها في جيبه. بعدين ماذا يفعل؟ سوى حريق في المستودعات وأطفئت واحترق المال كله، هو سرقه وباعه هو وشريك له برا يصرف له. هذا والعياذ بالله تعالى ظلم وطغيان. الله سبحانه وتعالى وضع شريعة الحق والخير، فمن اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنا عليكم بوكيل، ما أنا بحفيظ عليكم، نحن ندعوكم إلى الله ولسنا نحاسبكم يا إخواني، الله هو الذي يحاسبكم ويحاسبنا. نسأل الله أن يسدد خطانا وأن يتولانا وأن يغفر أخطاءنا وتقصيرنا. نحن ندعو الناس إلى الله، لا نحاسبهم ولا نجبرهم على الإسلام، هذا هو الإسلام الصحيح. انتبهوا، نحن نعيش في عصر الدجل، بدايات عصر الدجل. لا تغتروا ويغشكم الأشخاص الذين يدعون الإسلام ويرفعون الرايات وهي رايات شيطانية وإن كتب عليها لا إله إلا الله. إن لم يكن هناك اتباع لله وترك للشرك وهو طاعة غير الله وعبادة غير الله فهذا ليس بإسلام. الإسلام ما جاء في الآية التالية الأخيرة في النص آخر سورة هود، واتبع، هذا الإسلام، ما يوحى إليك حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اتبع الحق الذي أنزله الله وبينه رسوله، هذا حلال تنفذه، هذا حرام تجتنبه، هذا أمر الله افعل تفعل، هذا نهى الله عنه لا تفعل لا تفعل. أما أن تحمل البندقية وتفعل ما تشاء وتقتل في عباد الله وتريق الدماء، هذا ليس اتباعا للهدي الذي أنزله الله. اتباع الله وطاعة رسوله والتبعية له. وإذا أردنا أن نكون أولياء الله فندعو الناس إلى الحق مع اتباعنا للحق بشكل وسطي صحيح دون إفراط ولا تفريط. واتبع ما يوحى إليك واصبر، اصبر على طاعة الله. الصبر يا إخواني صبر عن معاصي الله وصبر على طاعة الله. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.